بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخوان. مثل ما تلاحظون هذا التظليل لحوض المياه ضروري حاليا، يعني العراق قاعد يمر بأزمة مائية، وان شاء الله هاي الأزمة تعدي وترجع الاطلاقات المائية على وضعها الطبيعي، بس الترشيد ضروري. يعني اكو مي ماكو، لازم الترشيد اخوان. الترشيد يعني يخليك في وضع ممتاز ومسيطر على اي وضع اي أزمة تصير. اول شيء بالترشيد يحتاج من عندك تحفظ المياه عن اشعة الشمس. مثل ما تلاحظون هذا الساران، هذا النوع كوري، تظليل مالته شوية قوي اكثر من 70%. الخطوة الثانية للترشيد هو انشاء نافورات او مرشات عصفورية على طول المزرعة مالتك او المشتل. ان شاء الله احنا في طور انتظار البواري والمرشات توصل حتى نسدها ونشوفكم طريقة الرش والسقي. اول شيء توفر لك الوقت وتوفر لك الترشيد بالبنزين، توفر لك الوقت ويعني بها فوائد ممتازة. يعني افضل ما ترش ساعتين ترش 10 دقائق وتتوكل. فالحفاظ على المي ضروري نبلش بيه من هسه. اي ابو مزرعة ابو بستان ضروري يضع في حسبانه المرشات والساران. تحياتي وسلامة الجميع، مع السلامة.